كناش نعروه بالفلوس لان هو كان عنده عروضات اخرين اللي جينا نشوفو غير بالنسبه للفلوس على الاقل عندك الطاقه اللي يمكن حنا الوداد نستعملوها في العرض المالي. ولكن اللي كان ايجابي مع كوتش انه ما شافش الجانب المالي، شاف الاستقرار بما هو كان ديما ديك العلاقه اللي كانت عنده في الملعب ديال محمد الخامس دونر اللي كان كيجي كيلعب، قالك ما عمرو ما شاف هذاك الحماس اللي شاف ذاك الملعب، وقالك انا لعبت ضد ذاك الجمهور وبغيت نلعب مع ذاك الجمهور. Et donc ça a été un point important pour la balance. Et c'était un défi. C'est vrai, il y a un potentiel australien, où il y a un tarikh, où il y a l'histoire. Il y a un tarikh, où il y a un tarikh, où il y a un tarikh, où شكون اللي اسس الوداد. هادشي كله راه الى سولتو غادي تلقى واحد حفظ هاد التاريخ ديال الوداد. وقال لك بالنسبه لي الوداد سيتي اوبورتونيتي باش افيك لي كومبيتيسيون اللي عندها العام واخا ما لعبش لا تشامبيونز ليغ ولا كيما تلعب لا سوبر ليغ والمونديال، انه بالنسبه لي سيتي ان شالونج باش يعاود يرجع الوداد للسكرة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.